السلام الله عليكم. المرسلة جميلة الحويطي من قرية العمود بعثت عددا من الأسئلة أيضا، تقول في أولها: ما تفسير قول الله تعالى: وامتاز اليوم أيها المجرمون؟ هذا تهديد لأهل النار بأن يتميزوا عن أهل الإيمان ويفرق بينهما، فيكون أهل الإيمان في الجنة والنعيم، ويكون أهل النار في العذاب والشقاء الدائم والعياذ بالله. نعم.